بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بين المفاهيم التي سنعرض لبيانها وتوضيحها في هذه السلسلة من قضايا ومفاهيم مفهوم الوسطية. ومفهوم الوسطية هذا مفهوم مهم ومفهوم محوري، يعني في ثقافتنا وفي سلوكنا وفي وعينا الديني. ومفهوم الوسطية كما تعرفه معاجم اللغة العربية في مادة وسطة، إلى أن الوسط من الشيء دائما هو خياره، يعني الوسط يعني الغالب في العام العدل والخيار. ولهذا يقال بأن اللؤلؤ التي تتوسط العقد هي أحسن ما في العقد، وأن السيد الذي يتوسط مجلس القوم يعني هو المبرز وهو السيد في هذه الجماعة وبين هؤلاء القوم. كما أن الوسط يعني كذلك من بين ما يعنيه من دلالات لغوية هو التوسط بين شيئين، يعني لا إفراط ولا تفريط، قد يكون وسطا بين يمين وبين يسار، بين يعني تصور معين وتصور آخر معين إلى آخره. لكن سوف نرى أن مفهوم الوسطية في الاستعمال القرآني كانت له أبعاد أخرى وكانت له دلالات أخرى. يمكن أن نذهب إلى حد القول بأن مفهوم الوسطية في القرآن الكريم يعني هو مفهوم مركزي أساسي يعكس أهمية التوسط في الأشياء كلها، ولهذا عبر عنه البعض بأنه منهج أكثر منه مفهوم. الوسطية في القرآن الكريم منهج في الحياة، منهج في التصور، منهج في السلوك، وهو الذي من خلاله يختار الإنسان، ومن خلاله يزن الإنسان، ومن خلاله يقدر ويرجح هذا الإنسان. ولهذا الوسطية ميزان يزن به الإنسان أقواله وأفعاله وأعماله، بل وحتى أفكاره واعتقاداته. ولهذا مفهوم الوسطية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يحمل كل هذه المعاني والدلالات، وليس بالضرورة هو موقع بين شيئين أو بين حدين أو بين طرفين. قد يكون أحيانا هذا المعنى واردا، لكن الوسطية كمنهج وكتصور وكفكر يعني هو أعم من أن يكون موقعا يعني يلزمه الإنسان دائما بين شيئين. إذن لزوم هذا الموقع دائما بين طرفين أو بين شيئين قد يؤدي أحيانا إلى الخروج عن الإسلام نفسه، أو قد يؤدي إلى ارتكاب بعض المواقف التي ليس لها أصل أو سند شرعي. إذن فموقع الوسطية كموقع متحرك يعني هو قد يكون يمينا أو وسطا أو يسارا، لكنه اختيار مبني على رؤية ومبني على منهج ومبني على فلسفة الحياة. ولهذا الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي يجعل فيها هذه الأمة أمة وسطا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الوسطية بالنسبة للأمة هي وسطية الشهادة على الناس. والوسطية هنا ليست موقعا، لأن هذه الأمة لم تأتي وسطا بين الأمم، كما في بعض الحديث النبوية: نحن آخر الأمم زمانا وأول الأمم مكانة. إذن فمن حيث الترتيب التاريخي أمة الإسلام هي آخر الأمم، آخر أمة نزلت فيها رسالة سماوية، وآخر أمة بعث فيها رسول، وهذه آخر أمة اصطفى الله تعالى لحمل هذه الأمانة. إذن فهي الأخيرة من حيث الترتيب الزماني، لكنها الأولى من حيث المكانة والشرف التي حظيت به هذه الأمة بأن جعلها الله تعالى محلا لهذه الرسالة ولهذا الرسول ولهذا الكتاب الخاتم المهيمن والمصدق. إذن فالوسطية هنا شيء آخر: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة على الناس هي حضور رسالي بين الناس، حضور رسالي بين الناس، ليس حضورا عاديا، وإنما حضور برسالة تحمل قيم الهداية وتحمل قيم الرحمة وتحمل قيم التوحيد وتحمل كل المعاني التي جاء بها هذا الدين الحنيف. إذن الأمة هي من خير الأمة، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا
يعني نأتي إلى المفهوم الذي أشرنا إليه الذي يعنيه مفهوم الوسطية بمعنى أو الوسط بمعنى الخيار. قلتم أعدل أمة أخرجت للناس، مفهوم العدل كذلك. إذن كل هذه المعاني مضمنة في هذه الآية، لكن الأساسي فيها أن تكون هذه الأمة شاهدة على الناس بالحق من خلال الرسالة التي أنيطت بها هذه الأمة، وينبغي لهذه الأمة أن تبلغها إلى الأمم الأخرى. إذا لا ينبغي الأمة أن تكون غائبة، بل يجب أن تكون حاضرة. ثم حضور الأمة بين الأمم الأخرى لا ينبغي أن يكون كأي حضور، فكثير من الأمم حاضرة في المشهد الكوني والعالمي الآن، لكن حضورها حضور سلبي غير إيجابي، مضر بالإنسان، مضر بالكون، مضر بالطبيعة. ينبغي أن يكون حضورا إيجابيا، حضورا رساليا، حضورا يحمل معه قيم الهداية والرحمة والمحبة والأخوة وكل ما جاء به هذا الدين العظيم. نحن نجد أن الإسلام يؤسس لمفهوم الوسطية من خلال شريعات متعددة ومتنوعة. نبدأها بسرعة بالحديث عن كون هذه الرسالة تمنع وتحول يعني دون أي شكل من أشكال الغلو والتطرف والتشدد، باعتبار أن هذه الرسالة رسالة هداية للناس ورسالة رحمة للناس لا تكلفهم بما لا يطيقون. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الصحابة إلى الأمصار كان يوصيهم دائما بأن يبشر كما قال الصحابيين: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا إذا اختلفتما. إذن فهذا الدين دين رحمة ودين هداية ودين رفع الحرج ودين اليسر ودين التبشير إلى غير ذلك، قيم الإيجابية التي تجعل الإنسان محبا لهذا الدين ومقبلا عليه وراغبا فيه وليس راغبا عنه أو زاهدا فيه. نجد هذه المعاني الوسطية يعني أحاديث كثيرة جدا، نذكر من بينها حديث النفر الثلاثة المعروف والمشهور، عندما جاء هؤلاء النفر فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بعبادته، فكأنهم يعني تقالوها، وقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا أقوم الليل ولا أنام. هذا نوع من الخروج عن حد الوسطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بمقالة هؤلاء القوم قال: أما والله إني لا أعبدكم لله وأعرفكم بالله، وإني لا أصوم وأفطر، وإني لا أتزوج النساء، وإني لا أقوم وأنام. فأردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحالة السواء، إلى الحالة الطبيعية، التوسط الفطري المعتدل في الإنسان، لأنهم كانوا قد جنحوا إلى أحد الأطراف يعني إفراطا، أو أحيانا قد يجنحوا آخرون إلى التفريط. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى المسجد فوجد فيه حبلا ممدودا، فسأل عن هذا الحبل فقيل: هو حبل لزينب يعني تقوم حتى إذا فطرت تمسكت بهذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا هذا الحبل وليقوم أحدكم أو ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. إذن الإنسان حتى في مجال العبادة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقوم بها في ما هو مطيق له ومقدور عليه، وأن لا يكلف نفسه يعني أكثر من اللازم. نجد آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تجعل الإنسان دائما في الإطار الوسط، يعني حتى في الإنفاق، يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني حتى في مجال الأكل والشرب كلوا واشربوا ولا تسرفوا إلى آخر. نجد معنى الوسطية الذي يركزه القرآن الكريم والسنة النبوية في الإسلام، يعني يحيط الإنسان نفسه بهذا المعنى الوسطي. فأحيانا هناك أحاديث تتحدث عن الإنسان، هناك آيات وأحاديث تتحدث عن الإنسان باعتباره خليفة لله ومعزز ومكرم، وهناك آيات تذكر الإنسان بأصل خلقته: خلق من ماء مهين، خلق من تراب، خلق من نطفة. فالأولى التي ترفع من مكانة الإسلام تذكره بأنه معزز عند الله سبحانه وتعالى وينبغي أن لا يكون دليلا أو حقيرا، والثانية التي تذكره بالنطفة والتراب والماء المهين لكي يتذكر هذا الإنسان يعني أنه ينبغي عليه أن لا يطغى وأن لا يتجبر في الأرض،
وأن يعتبر نفسه يعني مخلوقا ضعيفا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن نموذج قصة فرعون والصحراء يعني مثال حي لهذا التوازن بين الطرفين. فرعون يعني نسي الحقيقة الثانية فتجبر وتأله وكان مصيره كما نعلم، وسحرة فرعون لم يتذكروا الحقيقة الأولى وهي أنهم مكرمون مستخلفون أعزاء، فمورس عليهم الذل والمهانة إلى أن تذكروا فرجعوا يعني، وأصبح لهم إيمان قوي وقالوا لفرعون افعل يعني ما تشاء بنا، قطع أيدينا من خلاف، أرجلنا من خلاف، إلى آخره. هذا نموذج حي بالنسبة لهذا الواقع. حتى الحياة الدنيا أحيانا القرآن يصف لنا الدنيا بأوصاف إيجابية وأحيانا يصف لنا الدنيا بأوصاف سلبية، كي نقيم هذا التوازن بين الدنيا والآخرة، كما علمنا القرآن الكريم أن ندعو فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن هذه فلسفة من التوازن والتوسط في النظر إلى الأشياء، إلى النفس وإلى الكون والطبيعة، ثم السلوك الاجتماعي بالنسبة للإنسان بما في ذلك اعتقاده وعبادته وأفكاره، كل ذلك ينبغي أن يوزن بهذا الميزان الذي هو التوسط والاعتدال الذي يجعل الإنسان دائما في حالة السواء ويمنعه ويحجزه عن أن ينحرف إلى أقصى اليمين أو أن ينحرف إلى أقصى اليسار. هذه بعض الدلالات الموجزة حول هذا المفهوم المركزي والمحوري في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.